من يفهم العلة يستطيع استنباط القواعد، يستطيع أن يصنع قاعدة. في رسالة صغيرة لي أنا أكتب في هذا الأيام كيف تصنع قاعدة، وهي عبارة عن قاعدة: مآخذ الأحكام قواعد، مآخذ الأحكام قواعد. لما حرم بيع المسلم على بيع أخيه؟ ما المأخذ؟ يفضي إلى التنازع. إذن كل طريق يفضي إلى التنازع فهو حرام، أخذنا قاعدة من المأخذ. طيب لما قال الشارع في الهرة إنها ليست بنجس؟ ليه؟ لمشقة التحرز. إذن كل ما يشق التحرز عنه فعفو. فمآخذ أي علل، سمها مأخذ سمها علة كما قلت. فمآخذ الأحكام قواعد. يلا يا طلبة العلم، كل علة ومأخذ من حكم اجعله قاعدة. لما شرع قصر الصلاة في السفر؟ هل المشقة؟ إذن المشقة تجلب الرخصة، يعبر عنها الفقهاء بقولهم المشقة تجلب التيسير، من فرع أو فرعين. ولأن شريعة الله واحدة ومن مشكاة واحدة لا اضطراب فيها، فيكفيك في القاعدة دراسة ثلاثة فروع مع إتقان علتها. وأنا أقسم لك أن بقية الفروع إلى أن تقوم الساعة ستكون مماثلة لها، لأن شريعة الله منضبطة، لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها. لا يمكن أن تكون مشقة لا تجلب التيسير، ما يمكن. ولا يمكن أن يكون ضرورة لا تحل حراما. فإذا يكفيك في استنباط القاعدة دراسة فرعين أو ثلاثة، لكن أجد وأتقن ماذا؟ المأخذ. فلا تقل سأدرس الشريعة كلها حتى أنظر، لا أبدا، الشريعة واحدة، الشريعة واحدة. أدري طلع كلامي واضح أو لا. عندكم فروع أو فرع؟ هذا فرع طيب وأتركه لكم، أريدكم أن تستنبطوا قاعدته أنتم. في الصحيحين من حديث عائشة وابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحدأة والحية والفأرة والعقرب. كل مؤذٍ طبعا يقتل شرعا. بالدراسة حديث واحد يا شيخ فهد، خلاص جميع ما آذى في الشريعة سواء هذه الخمس أو غيرها، والله العظيم إن الشريعة تجيز قتله إذا لم يندفع ضرره إلا بالقتل. فإذا هذه قاعدة، لما عرفنا مأخذها عرفنا قاعدتها. هذا يدلك على أهمية معرفة المآخذ. ولذلك قلت لكم إن الفرقان بين الراسخ وبين المقلد هو أن المقلد من اقتصرت معرفته على ماذا؟ الحكم بس، ما يكفيك هذا، ما يسمن ولا يغني من جوع. ولكن الراسخ الذي يستطيع استنباط القاعدة ويكون فقه متينا هو من تجاوزت معرفته من معرفة الفرع إلى معرفة المأخذ. إذن هذا فرع جديد، كل مؤذن طبعا يقتل شرعا بدراسة هذا الحديث. حتى الصائل أيضا يقتل شرعا، النمل إذا آذى قتل شرعا، الكلاب إذا آذت قتلت، الذباب يقتل، البعوض يقتل، كل شيء. الهرة إذا آذت ولم يندفع ضررها إلا بقتلها قتلت. كيف مع أن الشارع لم ينص على هذه الأشياء؟ نقول خلاص انتهينا، لا يمكن أن تكون مستجدة إلا وتدخل تحت ما أخذنا أبدا. ولذلك وصيتي لكم يا أحبابي، الله يشرح صدري وصدوركم، هذا هو نصيحتي لكم، ألا تقتصروا على معرفة الفروع فقط، وإنما لابد أن تتجاوز المعرفة إلى معرفة العلل. ولذلك صدقت كلمتي لما قلت إن هذا بحر الفقه، من يجيد السباحة فيه فهو الفقيه حقاً.